حملات مكثفة لمصالح المراقبة بعملة الفداء مفسلطان. رافقنا اللجنة في إحدى مهامها. التفتيش الأول هم مجزرة بحي الورود. بعد معينة اللجنة للمحل وقفوا على تجاوزات تهم تخزين 20 كيلوغرام من اللحم المفروم في ظروف غير صحية. تم تسجيل محضر في النازلة وإتلاف البضاعة. غير بعيد عن هذا الأخير محل بقالة يستعمل فواكه فاسدة لتحضير العصير إلى جانب جبن بلدي فاسد. لقينا عنده بأن عنده اللحم فروم كمية كبيرة، وكما كنعرفوا بأن اللحم فروم خصو ما يتطحن عند الطلب، يعني يجي الكليان ويطلب ليه شحال بغا عاد يديرو، وزيادة على ذلك مديور في واحد الأنية اللي غير صحية، الأنية الزرقاء ما غادي نديروا ليه دابا واحد، درنا ليه محضر حجز وإتلاف بالحضور ديال صاحب المحل، وغادي نديروا ليه واحد برودوي شيميك باش ما يعاودش يستعملوا ليه يبيعوا عاوتاني. هذا فيما يخص هذا المحل جزارة. فيما يخص المحل الآخر لقينا عنده جبن قديم بيريمي مهيئ في ظروف غير صحية هو. بعدها انتقلت اللجنة الإقليمية إلى أحد المزودين الرئيسيين للباعة المتجولين بالجبن البلدي. بيت معد للسكن اتخذه صاحبه محلا للتصنيع في ظروف مزرية وتغيب عنها أدنى شروط النظافة ليقف المراقبون على استعمال مادة محظورة الاستعمال ومجهولة مصدر التصنيع، إلى جانب 1150 لتر من الحليب مجهول المصدر و73 كيلوغرام من الجبن. الشرطة القضائية لم تتردد في اعتقال المشتبه بهم وتقديمهم للعدالة. اللجنة ضبطات ما يفوق 1550 لتر ديال الحليب مجهولة المصدر وموضوعة في براميل كانت موضوع معبأة فيها مواد سامة، وهذيك المواد سامة حسب الأخصائيين كتنتقل للحليب، معنى أن هذاك الجبن في حد ذاته هو سام. المراقبة ديال المواد الغذائية ككل يعني مزيانة، وخا كتظهر لنا غير في رمضان، هي في الحقيقة كاينة دائما، ولكن ني في رمضان كشوية كتفشى الأمور وكتزيغ شوية سميتو، الناس ما كيتقاوش الله كيبغيو يديروا الفلوس كيبغيو يديروا هادي، يعني خصها تكون دائما. بارتفاع نسبة الاستهلاك في رمضان تأخذ عمليات المراقبة صرامة وفعالية حماية للمواطنين من كل عابث بصحتهم، لتبقى محاربة الغش والغشاشين رهينة بحملات غير موسمية وبمساهمة المواطنين بالإبلاغ عن كل ما من شأنه تهديد سلامتهم وصحتهم.